أول أستعمل النماذج لأجد ناتج الجمع. طبعا هنا يريد من عندنا نرسم نماذج، وهاي يعني سالفة طويلة. فإحنا راح نجمع بالطريقة العمودية، يعني مثل هذا، راح نسوي مثل هذا ونجمع. طبعا هذين الأعداد نقلتهن هنا لأن هنا بالكتاب ماكو مساحة، فراح نحلهن هنا وبعدين ننقل الناتج هنا. عندي هذا العدد 1672 زائد العدد 3458. هسه لما اجي اجمع مثل ما تعلمنا احنا بالدرس السابق، من نجي نجمع الآحاد ويا الآحاد والعشرات ويا العشرات والمئات ويا المئات والألوف ويا الألوف. فهسه لما اجي راح اجمع اقول 2 زائد 8، 8 اخليها بقلبي واطلع 2 باصابعي وابدي اعد، اقول 8 9 10. زين، انا العشرة هنا ما يصير اخليها كلها بمرتبة واحدة، ما يصير، يعني العشرة ما يصير بمرتبة واحدة تبقى كلها، لازم شنو؟ لازم أسوي إعادة تسمية هاي، يعني لازم أحول الواحد هذا اللي صار عندي أحوله وين؟ أحوله للعشرات، يعني 2 زائد 8 10، فأخلي الصفر اللي هو الصفر مال الآحاد، والواحد هذا الواحد صار 10، فلازم وين أوديه؟ أوديه إلى العشرات، فأخليه أقول واحد باليد. 2 زائد 8 10، 0 أخليه تحت الآحاد، و 1 زائد 7 8، 8 زائد 5 أخلي الثمانية بقلبي اللي هي العدد الكبير وأطلع 5 بأصابعي وأبدأ أعد براحتي، أقول 8 9 10 11 12 13. شوف هنا أنا هم صارت عدي إعادة تسمية، يعني 13 هم ما يصير أخليها كلها بنفس المرتبة، يعني 13 ما يصير أخليهن كلهن رقميا بمرتبة واحدة، لازم شو أسوي؟ أخلي الآحاد اللي هي آحاد 13 أخليها 3 وأقول 1 باليد، 1 أحوله باليد. زين، 1 زائد 6 مثل ما تعلمنا نجمع بالبداية الواحد باليد حتى ما ننسى، 1 زائد 6 7، 7 زائد 4 أخلي السبعة بقلبي وأطلع 4 بأصابعي وأبدأ أعد، أقول 7 8 9 10 11، إذن 11 شو أسوي؟ هم أخلي واحد، والواحد وين أودي؟ أخليه باليد. ليش؟ لأن ما يصير أني أخلي رقميا بمرتبة واحدة، يعني 11 ما يصير أخليها كلها بمرتبة المئات، لازم الواحد أنقله. فأجي هسه أحسب أقول 1 زائد 1 2، 2 زائد 3 5130. نجي ننقل هنا نقول 5130. نجي للعدد اللي بعده 6 زائد 6، أخلي 6 بقلبي وأطلع 6 بأصابعي وأبدأ أعد، أقول 6 7 8 9 10 11 12. زين، أخلي 2 والواحد وين أودي؟ أخليه باليد، وأجي أحسبه بالبداية، أقول 1 زائد 5 6، 6 زائد 7، 7 أخليها بقلبي وأطلع 6 بأصابعي وأبدأ أعد براحتي، أقول 7 8 9 10 11 12 13، خلي 3 1 احطه باليد، 1 زائد 4 5، 5 زائد 8 خلي 8 بقلبي واطلع 5 وابدي احسب على كيفي، اقول 8 9 10 11 12 13، فاذا 3 1 باليد، 1 زائد 1 2، 2 زائد 2 4، فإذا العدد الناتج هو 4332. نجي نكتب هنا 4332. ماشي يا أبطال؟ هسه ننتقل للتمرين اللي بعده، أجد ناتج الجمع 5 زائد 6
11، فخلي 1 و1 باليد، 1 زائد 4 5، 5 زائد 7 اخلي 7 بقلبي والخمسة اطلعها باصابعي وابدي احسب على كيفي، اقول 7 8 9 10 11 12، اذا 12. والتزم شنو؟ التزم اخليها اسفل مرتبتها، هسه عندي عشرات اخليها جوا العشرات، ف 12 2 و1 باليد، 1 زائد 2 3، 3 زائد 8 11، فاخلي 1 و1 اخليه باليد، 1 زائد 7 8، 8 زائد 1 9، فاذا العدد الناتج هو 9121. 3 بايدي وابدي احسب، اقول 7 8 9 10، فاذا 0 نخليه، 1 باليد، 1 زائد 5 6، 6 زائد 6 12، 2 و1 باليد، 1 زائد 4 5، 5 زائد 6، ابدي احسب، اذا ما اعرف اني اجمع يعني بسرعه احسب على كيفي، اخلي الرقم الكبير بقلبي واطلع العدد الصغير باصابعي، فاقول 5 العدد الصغير، 6 هي العدد الكبير اخليه بقلبي، 10 11، فاخليه 1 و1 باليد، 1 زائد 6 7، 7 زائد 1 8، اذا 8120. 3 زائد 1 4، 7 زائد 5 7، اخليها بقلبي، 5 اطلع باصابعي وابدي احسب على كيفي، اقول 7 8 9 10 11 12، وين اخليها؟ اخليها جوا مرتبتها، عشرات جوا العشرات، احاد جوا الاحاد، 12 2 و1 باليد عندنا، 1 زائد 8 9، 9 زائد 6 9، نخليها بقلبنا ونطلع 6 باصابعنا ونبدي نحسب، نقول 9 10 11 12 13 14 15، فاكتب 5 و1 باليد، الخمسة وين خليتها؟ تحت مرتبة المئات حتى ما يصير خربطة عندي، 1 زائد 4 5، 5 زائد 1 6، اخليها تحت مرتبة الالوف، العدد عندي هو 6524، 5 زائد 5 10، 0 1 باليد، 1 زائد 7 8، 8 زائد 6 14، فاكتب 4 و1 باليد، 1 زائد 3 4، 4 زائد 9 13، 3 و1 باليد، 1 زائد 1 2، 2 زائد 1 3، فإذا العدد هو 3340. ماشي يا أبطال؟ هسا ننتقل للتمرين اللي بعده. أجد ناتج الجمع 5 زائد 7 مثل ما تعلمنا، إذا ما نعرف نحسب بسرعة نحسب على كيفنا، نخلي القلب عفوا نطلع بأصابعنا، فنقول 7 و5 أطلع بأصابعي، 7 8 9 10 11 12، 1 أخليه باليد، دائما ما أنسى الواحد، ما أنسى، ما أنسى أصعده ولا أنسى أحسبه، يعني من أقول 12 أخلي 2 و1 باليد ما أنسى، ومن أريد أجمع هم ما أنسى، لازم شنو؟ أجمع بالبداية، 1 زائد 4 5، 5 زائد 6 11، 1 و1 باليد، 1 زائد 6 7، 7 زائد 3، والتزم شنو؟ التزم كل رقم تحت المرتبة مالته حتى يطلع الحل مالتي نظامي وحلو، 4012. 3 زائد 7 10، 0 1 باليد، 1 زائد 8 9، 9 زائد 3 12، 2 1 باليد،
واحد زائد أربعة خمسة، خمسة زائد خمسة عشرة، صفر واحد باليد، واحد زائد خمسة ستة، هنا أنا ما عندي فالستة تنزل، فالعدد يكون 6020، 6020. ستة زائد خمسة 11، واحد واحد باليد، واحد زائد ثمانية تسعة، تسعة زائد تسعة 18. ما تعرفون؟ لا، أبدي أحسب على كيفي، أخلي التسعة بقلبي وتسعة أطلع بأصابعي وأبدي أعد على كيفي، بس أنا في سبيل الفيديو ما يصير طويل عليكم جاي أحسب لكم بسرعة، بس أنا شنو علمتكم الطريقة شلون تحسبون. فثمانية عشر، ثمانية وواحد باليد، واحد زائد ثمانية تسعة، تسعة زائد ثلاثة 12، واحد زائد أربعة خمسة، خمسة زائد واحد ستة. فإذن العدد هو 6232. ماشي يا أبطال؟ نجي هنا، تحتوي مكتبة 3789 كتابا علميا و 2647 كتابا ثقافيا. ما مجموع الكتب في المكتبة؟ نجيب هذين الأعداد نكتبهن هنا، 3789 و 2600. حط إشارة الزائد ونسحب خط. هسه نبدأ نحسب، تسعة زائد سبعة 16، ستة واحد باليد، واحد زائد ثمانية تسعة، تسعة زائد أربعة 13، ثلاثة واحد باليد، واحد زائد سبعة ثمانية، ثمانية زائد ستة 14، أربعة واحد باليد، واحد زائد ثلاثة أربعة، أربعة زائد اثنان ستة. فإذن المجموع 6436. هذا وين تنقلوه؟ هذا تنقلوه بالكتاب، يعني تنقلوه هنا. لنهاية درسنا لهذا اليوم، نلتقي وإياكم في دروس